If I say we don't want to take your business, if I say we're going to cut it off, they will get the equipment. في ظل توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كشف موقع أوريسيا ريفيو الأمريكي عن خيارات ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأشار الموقع إلى أنه بدلاً من الضغط من أجل تحسين فوري للعلاقات مع الولايات المتحدة، يبدو أن السعودية تتطلع إلى قص أجنحة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقاً لقول الموقع، إذ تراهن السعودية وفقاً للموقع على فوز دونالد ترامب أو مرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. لكن اللافت أن المملكة لم تستسلم للولايات المتحدة، رغم أنها فقدت الثقة في بايدن بسبب موقفه من ولي العهد وجهوده لإحياء الاتفاق النووي مع إيران وفقاً لما نشره الموقع. ويكمل الموقع أن السعودية تدرك أنه لا الصين ولا روسيا قادرة أو راغبة في استبدال الولايات المتحدة كضامن لأمن المملكة، على الرغم من أن واشنطن أثبتت في السنوات الأخيرة أنها شريك غير موثوق به. ويذكر أن بن سلمان استثمر ملياري دولار في صندوق الأسهم الخاصة الذي تم إنشاؤه مؤخراً من قبل جاريد كوشنر، صهر ترامب الذي حافظ على علاقة وثيقة مع ولي العهد. ويشير الموقع في مقاله إلى أن هذا الاستثمار قد يكون استثماراً في عودة محتملة لترامب. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين السعودية والرئيس الأمريكي الأسبق كانت جيدة، إذ جعل الأخير المملكة أول دولة أجنبية زارها بعد أن أصبح رئيساً. في المقابل، رفض بن سلمان مؤخراً الجهود التي بذلها بايدن لمناقشة إنتاج النفط في محاولة لخفض الأسعار في أعقاب حرب أوكرانيا. وفي غياب البدائل، لفت الموقع إلى أنه قد يكون النهج المتبع من قبل بن سلمان بالتقرب من روسيا والصين يشعره بالراحة، لا سيما بالنظر إلى الحالة المزاجية الراهنة في واشنطن وعدم وجود تفاهمات أمنية مستكملة واضحة الصياغة.